طبعا أطفال وشباب زمان مختلفين كتير قوي عن أطفال وشباب دلوقتي، وكل ما بيبتدي وبتبعد السنين كل ما بتختلف الأجيال دي عن زمان، وبنواجه صعوبة كبيرة جدا في فهمهم والتعامل معاهم لأن تفكيرهم اختلف. طبعا كل ده بيرجع لمواقع التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، وأكيد طبعا الإنترنت اللي بلمسة زرار بيشوفوا العالم كله. يعني قال الولاد دلوقتي بقوا اجي اقول لابني انا مش يعني اعمل لي دي، يقول لي ايه ماما انت بتاخدي وقت كتير. المهم ما علينا، ازاي بقى نقدر نتعامل مع الطلبات دي والاطفال دي؟ هما مش اطفال الحقيقه، هما ولو ان الاطفال دلوقتي 6 و7 سنين بقوا فعلا بيفهموا جدا وبيقدروا يفكوا طلاسم الفيسبوك والحاجات دي. ازاي بقى نربي اجيال الفيسبوك؟ ده موضوع حلقتنا النهارده مع الدكتوره ايمان الرئيس، الاستشاري الاسري والتربوي ومدربه المهارات الذاتيه. اهلا بحضرتك يا دكتور. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله، انا سعيده جدا مع حضرتك النهارده حبيبه قلبي. ربنا يسعدك بجد، ربنا يكرمك يا رب. قولي لي بقى يا دكتوره، دلوقتي فعلا اطفالنا يعني تخشي اي حته، اي نادي، اي بيت، اي حته، تبص تلاقي شغالين على الفيسبوك والانترنت والحاجات دي كلها. ازاي نقدر نقنن ده؟ يعني مش هنمنعهم طبعا، بس نقنن ده، وايه اللي يخليهم يشوفوا ده وما يشوفوش ده؟ تمام، احنا هنبتدي الاول خالص نعرف في فتره المراهقه اللي بيبقى فيها اكتر وقت الولاد بتتجه لحاجات اخرى اللي هي تبقى في حياتها. فتره المراهقه عندنا من سن 12 سنه ل 15 سنه، ومن 15 سنه ل 18 سنه، ومن 18 ل 21. كل مرحله في المراحل دي ليها طريقه معامله خاصه. ايوه، احنا عندنا مشكله احنا بنعملها في ولادنا غصب عنا، احنا عايزين نعاقبهم زي الاطفال ويعاملهم يكونوا رجاله. يعني شايفه التناقض؟ ايوه. يعني انت مثلا انا عايزاك تعمل كده زي باباك، واما اجي اعاقبه اضربه. ازاي؟ بالظبط. صح؟ بالزبط. يعني لازم يبقى عندنا حتى لازم توازن. لازم اضرب باباه الاول. او لازم على الاقل اعاقبه على قد قدر الخطا. أيوة اللي هو أكيد. اخطاه طبعا. تمام. فتلاقي مثلا الولاد من احد العوامل اللي هي مؤثره عليه قوي الصحاب، من احد الحاجات الخارجيه، اما هو بيفقد العناصر المهمه في البيت. فتلاقي الطفل المراهق او الولد المراهق ابتدى يتنقل، هو بقى طفل فبقى مره واحده شاب، فتغيرت هرموناته. أيوة. فابتدى بعد ما كان طفل بيتحرك كتير جدا، الحركه دي هو بقى خلاص بقى مكسوف مش عايز يتحرك، فابتدت الحركه دي بقت عنده الفاظ رد شتيمة، مش عاجبه حاجة، عايز يصرف، عايز يقلد الفنانين حتى لو الحاجة مش لايقة عليه، بس هو حاسس من جواه ان هو بيعمل حاجة صح. هي دي النقطة اللي المهمة جدا اللي احنا لازم نوصلها لكل اب وام، يعمل ايه مع ابنه. أيوة. في المرحلة دي. أيوة. انا عايز اسألهم سؤال مهم قوي، لما بيكون عندك واحدة صاحبتك بتقولك انا جوزي تعبني ومغلبني ومضايقني وانا عندي مشكلة كذا وكذا وكذا، هل يا ترى ردك عليها هيكون لا 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 انا مبسوطة قوي في حياتي، انا مبسوطة قوي مع جوزي؟ هتقولي لها كده؟ لا طبعا. هتقولي لها ايه؟ لا، هحاول احل لها مشكلتها. ايه دي شويه، احنا ما بنعملش كده مع ولادنا. بنعمل ايه لما ابننا يسقط في ماده؟ انا كنت شاطر، انا كنت بطلع من الاوائل. فبالتالي بتقفلي باب ان حضرتك تبقى عندك تواصل مع ابنك بالطريقه دي. لكن لو قلتي له وانا قدك سقطت كده، عارف عملت ايه؟ هيبتدي الولد يسمعك، ما هو سقط خلاص. أيوة. انت هتعملي مية اكتر، يعني هو خلاص عدى صح بالمرحله. صح. فانت هتقولي له ايه؟ وانا قدك كده، تصدق ان انا سقطت، وبعد ما سقطت ابتديت ان انا تاني ارجع وابقى كويسه واذاكر واجتهد. فهو يبتدي ايه ده انا عايز اعمل زي ماما وبابا ما يعملوا. ما احنا عارفين يا ستي ان انت شاطره، انت هتقعدي كل شويه انت شاطره. هقول لك حاجه دكتوره، ساعات في امهات برضو بيبقوا معذورين لان هي بتبقى ام واب في نفس الوقت. اكيد. مثلا اكيد، وبتتعامل مع صبيان، يعني ربنا رزقها اكيد بولدين او بثلاثه، فهي عليها حمل وعبء التربيه، يعني هي مش هتفهمهم زي ما ابوهم يفهمهم، لكن الاب مش موجود، سواء بانفصال او بانه توفاه الله او اي سبب من الاسباب. فبالتحديد للامهات دي نقول لهم ايه؟ الام اللي بتبقى اب وام، وغالبا كلنا بقينا في بيوتنا اب وام، لان الاب على طول خارج ورا بره البيت، فيعني عنده رزقه وعنده شغله. طبعا الام بذكائها تقدر تخلي ابنها يبقى صديق ليها وملازم ليها على طول. انا دلوقتي لما اقول لحضرتك ان انا عندي انفلونزا، فهقول لك انا هقعد في السرير فهنام، فعايزه حياتك تعالجيني عشان انا عندي سخونيه. طب انا هقول لك دلوقتي مرحله المراهقه ابنك هيمر بيها بايه؟ فلما هيمر بده، مش ابن حياتك بس اللي عنده المشكله دي، لا،
ده جيل كامل. طبعاً جيل احنا نفسنا كنا كده في يوم من الايام، الولد بيبتدي ينعزل على جنب، مش عايز يكلم حد كتير، الولد بيبتدي يسمع اغاني كتير، الولد يبتدي عايز يبقى عنده شله، الشله وفي الاخر الشله دي بتبقى صاحب واحد. ايه المشكله ان انا اتعرف على اصحابه؟ تعالوا اتغدوا عندنا يوم كلنا ونقعد نتكلم مع بعض، تشوفي اصحابه دول دماغهم رايحين فين، هل يا ترى الولاد دي دماغهم كويسه ولا لا؟ طب امنعه لو لقيت صحاب سوء؟ لا امنعه ازاي؟ لا احنا مش هنمنعه اصلا، هو هيمنع نفسه لوحده. اقول لحياتك بقى على مفاجاه، اتفضل. من سن 2 لـ7 سنين احنا بنشكل شخصيه الطفل. بعد كده هو مرحلة بيمر فيها تخبط. يعني ايه تخبط؟ هو بيخبط في الدنيا فتلاقيه رجع تاني زي ما كان الاول. عشان كده في مشكلة يعني تأسيس التربية، تأسيس. عشان كده في مشكلة بقولها دايما لأولياء الأمور، بلاش تقول ده أختك أشطر منك، ده أخوك أحسن منك. لا بلاش المعايرة دي. لا هقول لك على حاجة، احنا نعامل ولادنا على قد إمكانياتهم. أيوة. ما تقوليش لابني أنا عايز يطلع ابني الأول على الكلاس وهو إمكانياته العاشر. بالظبط. هتقعدي تضغطي عليه، عارفة يعمل إيه أول حاجة؟ الانحراف. ما أنت بتضغطي عليه وهو أصلا دي مش إمكانياته، هو عايز بيبتدي يروح في مكان، عايز يهرب منك. أيوة. بأي طريقة. أيوة. لصاحب السوق. لكن هو نفسه لو أنت ربيتيه على أخلاق وقيم معينة هيروح له، بس بكده هيبعد عنه. انا بقول لحضرتك، افرضي انا لاحظت هو مش واخد باله انه صاحبه ده مش كويس، او صاحبتها دي، اصل ده بينطبق برضو على البنات، ان ممكن هي تكون مصاحبه بنات انا كأم مش راضيه عنهم. مش راضيه عنهم ليه؟ في طريقه لبسهم، في طريقه كلامهم، في يعني احنا كتير. عايزين نعمل، بصي ما هي دي بقول لحضرتك ايه، احنا بنعمل لاولادنا ايه؟ احنا بنخاف عليهم يغلطوا ويخافوا من الخوف، احنا مش عايزينهم ولا يغلطوا ولا يخافوا. طب ما يغلطوا عشان يتعلموا، يخافوا عشان ايوه يتعلموا. بس الغلطه دي بفوره. لا مش بفوره يعني. هو لا هي البنت، لو هي هقول صاحبه لحضرتك على واحده، حاجه، ما انا هقول لحضرتك، البنت ما انا يعني هقول البنت لحضرتك بعد اذنك، هي لو صاحبه واحده يعني مش كويسه تمام. طيب ما لازم انا اتدخل؟ صاحبه واحده مش كويسه ليه؟ من النادي، من المدرسه، دول موجودين. طيب لو ماما بقى هي صديقتها المفضله اللي في الاول وفي الاخر المرجع بتاعتها ماما، انا يا ماما البنت دي عملت وعملت وعملت وعملت، ذكاء الام بيجي في النقطه دي، يجي يقول لها مثلا ايه؟ ما في بنات ما بيحكوش على فكره. يبقى العيب من مين؟ لا ما تقوليليش العيب من الام، لانه دي طبيعه بقت دلوقتي في الشباب لا كله. والله مش طبيعي، احنا بنمرن ولادنا. طب اقول لك على حاجه، حاجه في المقدمه قلتي حاجه حلوه قوي، قلتي احنا محتاجين بطاطين ومحتاجين حاجات، ايه المشكله اما اخد بنتي او ابني نساعد ناس فقراء زي دي؟ لا ما ده بيحصل طبعا. ده طبعا بينمي ده بيحصل عندهم مع بعض روح الاسر. على فكره. يا ريت، انا بقول يا لا ريت. انا عايزه اقول لحضرتك، احنا عندنا صديق يعني والاستاذ اسمه الاستاذ محمود عبد الغفار، وانا ببعت له التحيه على الهواء، عنده بنتين توأم ما شاء الله، فاطمه وخديجه. هم صغننين يعني 7 سنين مثلا، لكن لما يجي يفرق حاجه ولا يجي يودي حاجه بياخدهم معاه. فانا بساله وانا عارفه هو بياخدهم ليه، لان انا بعمل كده مع اولادي. ما شاء الله. فقال لي لا، عشان يتمرنوا، عشان بعد كده لما يكبروا ويبقوا في بيوتهم يعملوا اللي انا يعني يوصلوا اللي انا كنت بعمله معاهم. وبيعلمهم العطاء. بالظبط كده. العطاء. طب ناخد التليفون ده يا استاذ مجدي. الو رباب. الو الو يا استاذه رباب. الو ايوه ايوه الو لو سمحت. ممكن رباب بعد اذنك توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون بعد اذنك. يا استاذه رباب انتي رحتي فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رباب لو سمحت وطي التلفزيون بعد إذنك. تفضلي تفضلي. أيوة تفضلي لو حبيبتي. سمحتي أنا معايا ابني عندي 19 سنة. تفضلي يا رباب، انت رحتي فين؟ طب 19 سنه دي حضرتك شفتي المرحله انهي بقى، اللي هو ابتدى دخول الجامعه، اللي هو اللي من هو 18 ل 21 سنه. هو بيبتدي عايز يستقل بنفسه. طب ما احنا جداً. عايزين نعرف المشكله، هي وقعت رباب ولا ايه يا استاذ مجدي؟ وقعت. طيب من هو 19 المرحله سنة دي عايز يستقل بنفسه، عايز يحب، طبعًا. عايز يرتبط. طبعًا. عايز يحس ان هو ليه كيانه، عايز يحس ان هو ليه صحابه، ليه دنيته. ماما ما تتدخلش في كل حاجه ولا بابا يتدخل في كل حاجه، انا ليا شخصيتي المستقله وبفرضها على اللي حواليا كمان، ولما باجي حد ينقدني لا انت مش من حقك انت تنقدني، انا دايما ماشي صح. بصي هقول لحضرتك عن حاجه على تجربه شخصيه يعني. انا طبعا ابني مر بالمرحله السنيه دي وفعلا كان بيعمل كده بالظبط. انا سبته. برافو.
سبته خالص. يعني حتى ما بقيتش اقول له اساله طب انت عملت ايه النهارده، حصل ايه، الا لو جه هو يحكي لي. وهم عاده بيتخنقوا انهم يروحوا للاهل يقول لهم مثلا، يعني انا عايزه اطمن عليه راح مشوار معين، طب عملت ايه، طب سويت ايه، خلاص بقى يا ماما انا ده. سبته خالص لحد ما لبس في حيطه. لبس في حيطه بس يعني انا وراه يعني باكينج ليه، يعني مش يعني براقب ده من بعيد. بعد كده جه قال لي صدق انت كنت صح، واحنا اصلا تربيتنا لولادنا صحاب صحاب جدا، يعني يجوا يقولوا لي حصل ايه في النادي، هو يجي يقول لي مش عارفه ايه. فانا بقول الصحوبيه زي ما حضرتك بتقولي ان احنا نصاحب ولادنا دي مهمه جدا، ونبين لهم امان. يعني انا يعني عقاب مش ضرب، ما تكذبش، تعال قول انت عملت كذا مش هعاقبك. في طرق للعقاب على فكره، العقاب عندنا بيتدرج لكذا طريقه للعقاب. بس شفتي اكيد ابن حضرتك لما عمل الغلط ده ما تكررش تاني وعلمه جامد، يعني الغلط اللي وقع فيه ده كان تجربه قاسيه بالنسبه لي. حاضر حاضر. المتصله رباب كانت بتقول ان ابنها عنده 19 سنه بيقعد لوحده بيسمع موسيقى، ولان الام والاب منفصلين، فهي تعمل ايه عشان تدمجه في الحياه في الاسره. تبتدي مثلا تقول له ايه رايك النهارده نعزم صحابك على الغدا، وتبتدي مثلا تتكلم معاهم وتعمل بينه وبين صحابه وبين هي شخصيا لينك، يعني تبقى تبتدي تعمل تواصل بينها وبين بعض. تخش مثلا هو بيحب ينزل يشتري، عايز يشتري لبس، ايه رايك انزل معاك؟ لا لا يا ماما انا هنزل لوحدي، انا بقيت راجل، انت انا هبقى عيل. لا لا يا ماما انت العيال صحابي يضحكوا عليا. فيبتدي يقول لا، تقول له لا لا على فكره انا ممكن اقابلك عند باب المحل. فيبتدي هو من جوه نفسه يتكسف ان مامته قالت له كده. يعني شوفي ما هي بتسهل له الامور. خلي بالك ولادنا اذكياء جدا، شاطرين جدا، وبيرجعوا لتربيتهم وحبهم لاهلهم، بس عندهم اقوى من حبهم، هي دي المشكله. يعني العند بتاعهم اللي جواهم في الفتره دي بيبقى اكبر من الحب بتاع الاهل. فالاهل لو هديت خالص معاهم وقعدت تفتح حوار معاهم الموضوع هيتغير 180 درجه. طبعا احنا يعني طب ناخد التليفون ده. اميره الو. الو ايوه اميره. الو ايوه الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره مدام هاله؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله رب العالمين. اتكلم من الدكتوره بعد اذنك. اتفضلي. بصي انا ابني عنده 18 سنه ونص. تمام. كرهني في العيش والعيشه واللي عايشينها. ايه السبب؟ كل حاجه متمرد وكل حاجه لا. بحاول اصاحبه، بحاول ان انا امشي معاه في الصح وفي الغلط. طب حاولتي بحاجة. حاولتي محاولتك دي عملتي معاه ايه؟ انت بتقولي حاولت اصاحبه، عملتي معاه ايه؟ يعني بتكلم معاه كتير جدا، بقضي وقت في الكلام معاه كتير جدا، بحاول اتعرف على اصحابه زي ما حضرتك بتقولي. رغم ان مثلا عرفني على اصحاب يعني منتهى التفاهه اللي في الدنيا ومنتهى ما فيش دماغ فاضيه، ومع ذلك ما منعتوش عنهم، حاولت اوضح له الصوره بس من بعيد. طبعًا. المشكله معاه يعني معاه ان هو رافض ان هو يسمع الكلام حتى في الغلط. يعني مثلا دخل النهارده لقى اوضته لسه كنت اتكلم يعني بطريقه المعجيش. مختلفه علشان خاطر هو بيقعد قدام التلفزيون فعينيه ضعفت، فانا حاولت اغير نظام الاوضه عشان ابعد عينيه عن التلفزيون لان انا بهاتي بقالي شهور. الدنيا اتقامت ولا قعدتش. عنده مرتبط مثلا بشنطه السفر بتاعته ان هو بيسافر بيها في اي حته، عايز ياخدها ويحطها في نص الاوضه. طب يا ابني يا حبيبي هو في حد بيحط شنطه سفر في نص هو الاوضه؟ هو عايز يحس بالاستقلاليه، عايز يحس ان هو، اقول لحضرتك على حاجه، هو عايز يحس ان هو عنده راي حتى في اوضته حياتك بتتدخلي فيها. طب قبل ما تغيري له المكان اقترحي عليه، يعني قبل ما انا دلوقتي انا ده اللي انا بقوله، احنا عايزين نمنع اولادنا من الغلط ومن الخوف، عايزين يعني احنا بنخاف عليهم جدا، فاحنا شايفين الصح فين من وجهه يعني النظر البعيده، هو مش شايفها. فلو انا حاجه مثلا عايزه تغيري مثلا مكان التلفزيون، قولي ايه رايك تيجي تشيل معايا ونغير التلفزيون مع بعض، ايه رايك في الفكره؟ قالك لا يا ماما مش، قولي خلاص انا كنت عايزه انصحك بس، وعايزه والله انا خايفه عليك يا حبيبي، مش اقل ولا اكتر، شويه سيبيه يومين ثلاثه وارجعي زني عليه تاني. ايه رايك ان احنا نعمل مثلا في المكان، طب بلاش المكان ده، تيجي نغير المكان ده. هيبتدي واحده، ده طفل ابنك اكيد انت مربياه وعارفاه وعارفه، هتقولي لي اصل هو ما كانش كده الاول، يبقى احنا بنعامل الطفل في المرحله دي ان هو عنده مشكله. هو المشكله عنده مشكله الطفل، حاسس ان المشكله ان احنا قلبنا بياكلنا عليهم. ما هو بياكل، احنا مش عايزين ولادنا يعني يغلطوا، احنا يعني مش عايزين ولادنا يغلطوا، مش عايزين لهم يعني مثلا التلفزيون قريب منه دي هتاذي عينيه. معلش فانا كام معلش بالمسايسه في حاجه اسمها احنا بنبرمجه واحده واحده. ان انا اذن
ده الزن ده حلو قوي. هي عايزه طول البال، طول البال مش زن. جاب شنطته عايز يحطها في قوسه. اتحداك ان هو عايز يضايقك. اتحداك ان هو بيعمل عشان يضايقك. فعشان انت بصي بقى، قال لك على حاجه اكيد عمل كده بعد ما غيرتي له التلفزيون. طيب طب انا بقى احط لك الاوضه الشنطه اللي مضايقاكي في نص الاوضه، ده بيستفزك. مع ذلك قولي له سيبها، مش انت مرتاح كده؟ خلاص سيبها زي ما هي. انت ايه اللي مضايقك في الشنطه؟ سيبي الشنطه يعني، سيبيها واحده واحده. هو برده هيحس ان هي مضايقاه في الاوضه هيسيبها. طيب السؤال كده ان شاء الله قبل الاخير او أيوة. اخير مش عارفه حسب الوقت يعني. حياتك عامله دراسه عن تلخيص مذاكره المناهج كلها في 3 ايام. في 3 ايام بس. احنا هكلمك بقى على اصعب فتره اللي هي 2 لـ7 سنين. حاجه بسيطه قوي الام هتعملها، هتقوم بنعكس الادوار، المدرس والطالب. هتبقى الام الطالب والولد المدرس. لما تذاكر تقول له فهمني. لا يا ريت، ده هتقول له اعمل لي امتحان، ادي له شيت ورقه او ورقه معينه، دي ورقه الاسئله اللي معاك، عايزاك تعمل لي حاجه صعبه قوي. فيبتدي الولد يركز في الحاجه اللي هو ايه ده، انا هوقع ماما في حته امتحان في الحاجات كلها اللي انا مش فاهمها. فيبتدي الولد هو بيحط لك السؤال، البرمجه عنده بتركز غصب عنه، هيبتدي يحفظ معاكي الاسئله الصعبه اللي هيديها لك. تمام. فيبتدي يبدل معاكي الادوار، فانت لما تغلطي وتبقي قصده ان انت تغلطي مره تعملي صح ومره تعملي غلط، وتحاولي تبيني له عيوبه اللي بيعملها معاكي في المذاكره. يعني لو بيتنطط وبيتحرك كتير اتنططي وتحركي كتير. يا ماما ما تقعدي، قولي ما انت بتعمل كده معايا، ما احنا بنبدل مع بعض الادوار، شوفي ازاي الموضوع ده مضايقني. لو مثلا عنده كلمه صعبه عايز يحفظ كلمه فوكابلري مثلا، تبتدي قولي له شيل لي الحروف الصعبه من الجمل من الكلمه دي، فيبتدي يشيل لك الحروف اللي هو شايفها بعينه صعبه، فيبتدي يشيلها لك. انت تغلطي مره وتبقي صح مره، فيبتدي من النقطه دي يبتدي يذاكر. احب اقول مذاكره بالطريقه دي، فيبتدي واحده واحده يتشال. ايه رايك يا ماما؟ هي بتبقى لعبه تبادل بالظبط. احنا عايزين نعمل ازاي نلخص المناهج في 3 ايام؟ تلخيص المناهج في 3 ايام امر سهل جدا. احنا بنجيب الاسئله المهمه قوي قوي قوي، نبتدي نعملها حاجه اسمها برمجه الخريطه الذهنيه. الخريطه الذهنيه عباره عن ايه؟ مثلا انا بتكلم مثلا عن درس معين عن موقع مصر الجغرافي، ببتدي اعمل موقع مصر الجغرافي اطلع منه زي خط كده ملون بمثلا اسكندريه واروح ملونها، مرسى مطروح واروح ملونها مثلا. بتبتدي تعملي المنهج بالخريطه الذهنيه دي بالوان معينه، فالطفل تبقى ثابت عنده الصوره، فالكلمه هتفكره بالموضوع كله. يعني الكلمة الواحدة هتفكره زي ما احنا كده مثلا، ممكن ايه ابقى في محاضرة او درس اقول مش هكتب الدرس كله، فابتدي اكتب حاجة واحدة صغيرة تفكرني بكل ده. طب العند في احنا قدامنا دقيقتين. الطفل بيعاند ليه بقى؟ بيعاند ماما ليه؟ الطفل بيعاند ماما عشان هو شايف ان ماما مستبدة. اقعد كل دلوقتي، لازم تاكل دلوقتي. طب الفيديو مش جعان دلوقتي، فيبتدي يعاند معي. يبتدي يعمل ايه الطفل؟ اول مراحل العناد بتاعته يكسر، يرمي نفسه، يكسفها قدام الناس، تبقى رايحه عند ضيوف عايز استخبى، اقعد هادي، ما يقعدش هادي. الطفل العنيد عايز حد يفهمه، ولو زاد في عنده قوي ليه طريقه معينه للعقاب. ولما تبتدي تعاقبه يبتدي يفكر هو تعاقب ليه، بيبتدي يرجع عن عناده. طب ايه طرق العقاب؟ في عندنا اول طريقه خالص ان احنا نبتدي نحرمه من الحاجات اللي هو بيحبها. يعني مثلا هو مثلا بيحب الموبايل بتاعه، تبتدي حضرتك تحرميه منه، ما جابش نتيجه. ايه يعني؟ ما انا شويه وتديهوني، ما خلاص اتعود بقى، ماما اتعودت معاه على العقاب، كل شويه تاخد الموبايل وترجعه له تاني. طب لا، ابتدي اعديه في ركن اسمه ركن التفكير، ما اسموش ولا بانش تشير ولا الحاجات دي خالص، اسمه ركن التفكير. قدامه ساعه حسب وقته حسب عمره وسنه. الطفل لو عنده 4 سنين يقعد دقيقتين بس، الساعة قدامه، عينه في الساعة، ماما جنبه، ماما بص على الأرض عينها مش في عينك عشان ما يستفزكيش. هو يبتدي يضايقها عشان يتحس ان هو يعني انت مش معاقبني. قوله بص في الساعة دي انت قدامك دقيقتين، تقولي انت غلطت في ايه وعملت ايه غلط مع ماما. مرة مع مرة الولد هيحس بقيمة الوقت اللي هو بيقضيه قاعد كده. ماما زعلانة. الطفل اللي ماشي بابا ومامته ده لعيب في بابا وماما. ما هي ماما وبابا ادوله الفرصة ان هم يعمل معاهم كده. انا دلوقتي مشكلتي في نقطه مهمه قوي، الام تعمل ايه؟ على فكره انا هاخد منك اللعبه دي ماما عشان خاطري، يروح لتيتا، ماما قولي لتيتا، خلاص خدها. الاطفال اذكياء جدا وبيستغلوا النقط. بيستغلوا النقط. دكتوره انا اتشرفت بحضرتك جدا جدا جدا، متشكره قوي على النصايح المهمه دي، وان شاء الله طبعا لينا مقابله ثانيه علشان في شويه اسئله عايزه اسالك عليها، على ان احنا نتعامل مع بناتنا ازاي بالتحديد.
اوكي ميرسي قوي يا دكتور. ميرسي حضرتك. ميرسي قوي. اروح بقى لحسن هشوف هعمل معاه ايه، شوف بذاكر ولا لا، ولا عامل مناهج ولا ايه.